وللأسف أكيد أي حد يعني بالذات في البلاد العربية بيبقى عايز ساعات يوصل لحلمه. إحنا في الآخر مجتمعات يمكن شوية عندنا قسوة أو طبقية في التعامل مع المواهب الشابة. اداني مدرسة سينما من الصفر، انا ما كنتش عايزة امثل. انا شاء القدر انه كان يوسف شاهين كان بيدور على حد شبه يسرى، عشان بنلعب نفس الدور الفنانة يسرى، حد بيعرف يرقص باليه شوية، حد عنده 16 سنة. فلو ما كانش في المواصفات دي بالصدفة ما كنتش عامل الدور. اتعلمت منه الالتزام، اتعلمت منه، هو علمني شوية تكنيك في السينما برضه. نصيحتي ليكم كشباب انه ما تخلوش الشغل ياكل كل حياتكم. الشغل مهم طبعا، بس حاولوا برضو ما تنسوش تبسطوا نفسكم وتهتموا بالناس اللي بتحبوهم.